من أبواب ربنا سبحانه وتعالى اللي تحميك من فتنة التوقع الدائم للمؤامرة التمسك بأهل الود الصادقين. إذا رأيت من أخيك وداً، سيدنا عمر يقول لك كده، فاستمسك به. أكبر نعمة في الدنيا بعد التوحيد الأخ الصادق، الصديق المخلص اللي سيدنا النبي قال عليهم أكمل الناس إيماناً. مين يا سيدنا النبي؟ الموطؤون أكنافاً، اللي عنده تواضع، خاف على مشاعرك، الذين يألفون ويؤلفون. هو مركز وهو قاعد معاك إزاي يكسب ودك. فلو لقيت حد حواليك صادق كده، امسك في مودته وحافظ على حقه وكرمه، ده حصنك وباب ربنا ليك اللي بيحميك من الفتنة دي.